المرأة التي تبعث كاسية يوم القيامة هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية القرشية، زوجة عم النبي أبو طالب وأم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في كنف جده عبد المطلب حتى 8 من عمره، عندما توفي جده عبد المطلب فقال عمه أبو طالب لزوجته: اعلمي أن هذا ابن أخي، وهو أعز عندي من نفسي ومالي، وإياك أن يتعرض عليه أحد فيما يريد. فتبسمت من قوله وقالت: توصيني في ولدي محمد، وإنه أحب إلي من نفسي وأولادي. ففرح أبو طالب بذلك، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عمه أبي طالب، فاحتضنه هذا البيت، واحتضنته زوجة عمه فاطمة بنت أسد، واعتبرته أحد أبنائها، واعتنت به وأولته رعايتها وحبها، وكانت تؤثره على أبنائها في المطعم والملبس، مراعاة ليتمه، ولأنه كان لا ينافس أبناء عمه على الطعام أدبا وحياء، وكانت تغسله بالماء وتدهن شعره وترجله وتطيبه. وعندما تزوج بالسيدة خديجة رضي الله عنها دفعت إليه بابنها علي بن أبي طالب ليكون في ولايته صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. أسلمت فاطمة بنت أسد بعد وفاة زوجها أبي طالب، ثم هاجرت مع أبنائها إلى المدينة، وكانت رضي الله عنها راوية للحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولا يناديها إلا بأمي، ويزورها وينام في بيتها بعض الأحيان، وسمى ابنته فاطمة على اسمها. ولما أهدى رجل للنبي ثوبا من الحرير فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلها خمرا بين الفواطم الأربعة، فشقها 4 أخمرة، خمارا لفاطمة الزهراء ابنته، وخمارا لفاطمة بنت أسد زوجة عمه أبي طالب ومربيته، والثالث لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، والرابع لفاطمة بنت شيبة بن شمس زوج عقيل بن أبي طالب. سمعت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الناس يوم القيامة عراة، فقالت: وسوءتاه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إني أسأل الله أن تبعثين كاسية. قال أنس بن مالك: لما ماتت فاطمة بنت أسد دخل عليها رسول الله فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني، وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني، وتريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ولما ماتت خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وكفنها به، ونزل بقبرها يحفر ويوسع التراب بيده، وخرج وعينه تفيض من الدمع عليها، ودعا لها بأن تبعث وهي كاسية، وقال: يا الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها. ولما سوى عليها التراب قال بعضهم: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد. فقال: إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، ونزلت معها قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر، إنها كانت أحسن خلق الله صنيعا بي بعد أبي طالب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار الأخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.